بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة أولى متوسط. إذا مرحبا بكم إلى ثاني درس على الفيزياء. ما زلنا معكم مع درس الظواهر الكهربائية وعلى الدارة الكهربائية. بعدما شفنا في الفيديو السابق تعريف الدارة وعناصر الدارة، إذا شفنا تعريف بسيط للدارة الكهربائية نذكركم بهم. قلنا أن الدارة الكهربائية هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية مثل المصباح والأسلاك الكهربائية والقاطع والمولد واحد على الأقل. ثم شفنا بعد ذلك عناصر الدارة الكهربائية. إذا العناصر الرئيسية هي أولا المولد الكهربائي وهو مصدر الكهرباء، ثم قاطعة بسيطة دورها التحكم في إشعال وإطفاء المصباح، ثم مصباح توهج يضيء ويتوهج عند مرور التيار الكهربائي، ثم أسلاك التوصيل والمحرك الكهربائي والصمام الضوئي. إذا بعدما شفنا كل هذه العناصر شفنا أيضا رموزها النظامية. ما معنى الرمز النظامي؟ إذا الرمز النظامي هو رمز عالمي متفق عليه لترميز العناصر الكهربائية. إذا نعاود نشرحها لكم. إذا قلت لكل عنصر كهربائي رمزه النظامي، مثلا المولد أو العمود الكهربائي رمزه هو كالتالي، هو هذا الشكل، عنده عمودين، العمود الصغير هو القطب السالب والعمود الكبير هو القطب الموجب. ثم عندنا ثانيا القاطعة، القاطعة هنا هي مفتوحة شكلها كالتالي. ثم عندنا المصباح الكهربائي، إذا الشكل تاعه هو عبارة عن دائرة، داخله هو قطعتين متقاطعتين، ثم لها مربطين متماثلين، طبعا المربطين هو من الأسلاك، ثم أخيرا عندنا المحرك الكهربائي اللي هو هذا الرمز اللي هو نفس الشيء، دائرة مكتوبة M ماجيسكول داخل. ثم عندنا أخيرا سلك التوصيل، الأسلاك التوصيل هي عبارة عن خطوط مستقيمة. إذا هذه هي العناصر الكهربائية ورموزها النظامية. هناك عناصر أخرى كهربائية راح نشوفها فيما بعد، نتابع. إذا كانت هذه فقط تذكرة، اليوم جبت لكم على القاطعة المفتوحة والقاطعة المغلقة. أولا راح نعرف لكم ما معنى القاطعة. القاطعة بتعريف بسيط هي عنصر كهربائي تتحكم في إشعال وإطفاء المصباح. إذا نلخص لكم القاطعة الكهربائية في جدول. إذا العنصر الكهربائي هي القاطعة المفتوحة، رمزها النظامي هو هذا الرمز، ثم تكون الدارة الكهربائية فيها مفتوحة. أما القاطعة المغلقة رمزها أو شكلها هو هذا الشكل، الرمز النظامي تاعها هو هذا الرمز، وتكون الدارة الكهربائية فيها دارة مغلقة. نشوف قاطعة مفتوحة. إذا هذه هي الصورة، صورة قاطعة مفتوحة. أما الصورة هذه هي قاطعة مغلقة. أتمنى فقط أن تكون الصورة واضحة، نتابع. إذا في هذه الصورة عندما تكون الدارة أو القاطعة مفتوحة، إذا عندما تكون الدارة مفتوحة تكون الدارة الكهربائية مفتوحة. قلت أعيد، عندما تكون القاطعة مفتوحة نقول على الدارة أنها مفتوحة. إذا هذا الرمز النظامي هو لمولد، له قطب سالب وقطب موجب، هذا لمصباح. أما هذه الصورة تمثل دارة مغلقة. لماذا؟ نلاحظ أن القاطعة هنا مغلقة. إذا دائما قلنا أن هذا يمثل المصباح وهذا يمثل المولد. أتمنى فقط أن تكون الصورة واضحة. ننتقل على بركة الله إلى نقطة جد مهمة، وهي عن كيفية إنجاز مخطط دارة كهربائية. إذا تمثل الدارة الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية. إذا راح ندير لكم حالتين، الحالة الأولى كي تكون القاطعة مفتوحة، والحالة الثانية كي تكون القاطعة مغلقة، وراح نبين لكم كل الخطوات التي يجب اتباعها لإنجاز مخطط دارة كهربائية. إذا تبعوا معايا، إذا الحالة الأولى وين تكون القاطعة مفتوحة. إذا هذه الصورة
تمثل شكل لإدارة كهربائية على الواقع. ما معنى على الواقع؟ معناتها عندي بطارية، ثم عندي أسلاك التوصيل اللي هما هذه الأسلاك، ثم عندي دارة قاطعة مفتوحة، ثم عندي مصباح اللي هو هذا المصباح. إذا انطلاقا من هذا الرسم راح ندير له مخطط، يعني ندير مخطط لدارة كهربائية. أين أستعمل؟ وش راح نستعمل؟ راح نستعمل الرموز النظامية للمولد أولا، ثم للقاطعة المفتوحة، ثم للمصباح، ثم الأسلاك. ولكن علينا باش لإنجاز هذا المخطط علينا اتباع الخطوات التالية. إذا أول خطوة واش راح ندير؟ راح نرسم مستطيل، مستطيل وذلك بالقلم والمسطرة. راح نقولها لكم شفوي ثم أنجزه على الورق. إذا أول شيء راح نرسم مستطيل بالقلم والمسطرة، ثم هذا المستطيل الخطوط تاعو يعني خطوط العرض والطول راح تمثل أسلاك التوصيل. ثم بعد ذلك أراعي ترتيب العناصر الكهربائية، العناصر هي المولد، القاطعة، والمصباح. بعد ذلك راح أمثل كل عنصر، كل من بطارية وقاطعة مفتوحة ومصباح برموزها النظامية. إذن ولكن حذاري، لا توضع هذه الرموز في الزوايا تاع المستطيل. إذن هذه هي كل الخطوات التي أتبعها لرسم مخطط كهربائي. إذن تبعوا معايا راح نرسمها لكم. إذن قلت راني في الحالة تاع القاطعة المفتوحة. إذن قلت راح نرسم مستطيل طبعا بالبسطرة، ثم راح نخلي الفراغ. أولا نبدأ بالمولد، قلت أراعي الترتيب، نبدأ بالمولد. إذن المولد يرسم كالتالي، مش راح ندير؟ ندير عمودين بالمسطرة طبعا، له قطب سالب وقطب موجب. إذا ندير بالمسطرة، العمود الأول الصغير هو القطب السالب، العمود الثاني راح يكون قطب موجب. طبعا راني نكبر في الرسم باش تكون الصورة واضحة. إذا ناقص هنا نكتب زائد. إذا أول شيء رسمت البطارية التي رمزها النظامي هو العمودين. إذا هنا الأحمر هنايا عبارة عن أسلاك التوصيل. ثم أراعي الترتيب، قلت أراعي الترتيب. إذا بعد البطارية كانت هناك قاطعة مفتوحة، طبعا قلت لا أرسم في زوايا المستطيل. إذا حذاري، ما نقدرش نرسم القاطعة مثل هنا في الزوايا. إذا قاطعة تمثل رمزها النظامي هكذا، تبعوا فقط معايا، الرمز النظامي تاعها هو هكذا هكذا، ثم يكون العمود نحو الأعلى باش يكون باش تبين لي بلي أن القاطعة مفتوحة. إذا آخر عنصر كهربائية قلت نرسم دائرة هكذا، رسمتها بالمدور. ثم واش راح ندير؟ ندير خطين داخل أو قطعتين متقاطعتين هكذا. هذا هو الرمز النظامي للمصباح، يعني نجي من منتصف تاع الدائرة ونرسم قطرين متقاطع. طبعا لازم يكون هنا المربطين موصولان بالمصباح. ثم بعد ذلك هذا يمثل المصباح، إذا نكتب مصباح. هذه هي الدارة الكهربائية المفتوحة، هذه طبعا قاطعة مفتوحة، هذا المولد. إذن هذا هو مخطط دارة كهربائية لكي تكون في حالة قاطعة مفتوحة. إذا نولي الحالة الثانية وين تكون القاطعة مغلقة، تبعوا فقط معي نفس الخطوات. إذا إليكم الصورة، هذه إدارة فيها القاطعة مغلوقة. إذا عندي البطارية متصلة بأسلاك، وهذه قاطعة مغلقة، وهذا هو المصباح، ثم المصباح متصل أيضا
بالأسلاك. إذا كيف نمثل هذا الشكل بمخطط لدارة كهربائية؟ تبعوا معي، راح أتخذ نفس الخطوات، نرسم المستطيل ثم أمثل كل عنصر كهربائي برمزه النظامي وأراعي الترتيب، ثم بعد ذلك لا أرسم العناصر الكهربائية في الزوايا ونستعمل المسطرة والقلم والمدور. تبعوا فقط معي. إذا بعد ما رسمت مستطيل، أول عنصر كهربائي راح أمثله هو المصباح أو المولد الكهربائي. قلت عمود صغير يمثل القطب السالب وعمود كبير يمثل القطب الموجب، هكذا. إذا نكتب هنا سالب، هنا نكتب موجب، نقول أنه هو المولد أو البطارية. ثم بعد ذلك نمثل قلت نمثل القاطعة المغلقة، هكذا نعلم أنها مغلقة، إذن يكون الشكل تاعها أو الرمز النظامي هذا هو الشكل تاع القاطعة، نكتب قاطعة مغلقة. إذن آخر عنصر هو المصباح الكهربائي، قلت نرسم دائرة فيه القطرين تاع الدائرة متقاطعين، إذن هذا هو مصباح. إذن هذه هي أو هذا هو مخطط دارة كهربائية لي وين تكون فيها القاطعة مغلقة. إذن أتيت إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. إذن بالتوفيق للجميع، وفي الأخير ما علي إلا نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.